بحكم دراسة بأن الحكم لإنقاذه في الوقت المحدود. ونعتبر جميعاً فرصة للأندية لمناقشة أداء مكتب العصمة وكذلك محاسبته، لأنه عندما تحمل المسؤولية فاحتر أنه سيكون محاسباً من طرف الجماعة الناعمة. وهي كذلك فرصة لإعطائه الشجرة لمكتب الدراسة. وهذه السنة ينعقد بعد نهاية الولاية من مكتب العصمة الذي استمتد 4 سنوات. هي 4 سنوات ما غاديش نتطرق لها، لأن التقرير الأدبي سيتطرق إلى مجملًا إلى 4 سنوات من الإنجازات، ولكن التركيز على سنة 2011 لأن سابقًا عن تلك القوانين. وعقب عدة مشاكل خاصة سنة 2010-2011. ونتمنى جانبا ان الذين يتحملون المسؤوليه داخل مثل الجانب يتراجعوا ويكيفون القوانين حسب واقعنا القرار. وكذلك تميز سنه 2011 ببعض المنجزات التي حققها. يا رؤساء المنتخبين ايها الحضور الكريم، ننتهي كل موسم رياضي للجمع العام السنوي لعصبة الشرق لكره القدم لتقديم الحصيله السنويه لعمل وانشطه عصبه مختلفه بجانبها، والتي تميزت خلال الموسم الرياضي 2010-2011 بمرور تجربه رياضيه جديده وسليمه. وهكذا فعقب الجمع العام السابق وتشكيل مكتب العصبة ولجانه باشرت هذه الأخيرة بتنفيذ برامج صدرت مسبقا وتلبي العناية اللازمة من طرف كل مكونات العصبة من مكتب لجان وأوائل إدارة. انطلقت بتاريخ 27 نوفمبر 2010 وتضمت 64 ناديا موزعين على 4 مجموعات، منها 6 أندية جديدة موزعين على المجموعات الأربعة حسب موقعها الجغرافي. وانتهت بصعود الأندية الأربعة البطلة على كل مجموعة إلى قبيلة أندية أول العصبة، وهي نادي بن بوعياش، المجموعة الشمال، واتحاد رياضي الدريوش، والنهضة الرياضية توريد، وجمعية الوفاق ظهر محلة وجدة. بطولة الفئات الصغرى، وكما سبق ذكره فقد عرفت بطولة الفئات الصغرى عدة إكراهات فرضت على لجنة معينة المعنية بتوزيع أنديتها على مجموعات صغيرة، الشيء الذي يؤثر حتما في مستوى أنديتنا وعصبة الشرق أحسن تمثيل. وتصدر الإشارة هنا إلى أن الموسم الرياضي عرف بعض الأعمال المشينة تجاه قضاة الملاعب الشباب، وذلك بالرغم من شرور قانون تأديبي الصارم، إلا أنه لم يتوانى مثير هذه الأحداث، ومقل قليلا من اللاعبين المسيرين باعتداءات جسدية تكون أحد أهم الأسباب في نفور وابتعاد بعض الحكام عن الساحة الرياضية. لذا نهم مسؤولي أنديتنا المعروف عنها حماية الحكام مزيدا من الحماية والرعاية لهؤلاء الشباب الذين يقومون بدور لا يمكن الاستغناء عنه، وبعمل جبار تشوبه بعض البطولة التي أبقيها للموسم الحالي، وهو الشل الذي يجعل منه النادي الذي يقود سفينة كرة القدم في الجهة الشرقية بكل احترافية واقتدار. وبكل أسف فقدت عدة أندية مكانتها ضمن الأقسام التي كانت تمارس فيها، وهي نادي الهلال الرياضي النضري والرجاء الرياضي الحسيمي الذين لا نزال للقسم الأول هواة، ونوادي الانطلاقة الرياضية التوريد نجم الدار وحسن الخزاري والتي بدورها وصلت إلى صفوف أندية بطولة رجاء الذي توزع 2010-2011. وقد ظهرت هذه المباريات في أحسن الظروف القسم الثاني.
الموسم الرياضي اللي هي البطلة 2007 2008 رجعت لدرارة كرابونيتا حسين ماس حسين الناظور نادي بني الرياش 2008 2009 رجعت تركيز اتحاد الناظور حسين المدار وتبقى لي امام وجدة 2009 2010 نصب عرفاء نادي التفاعل تفاعل وجدة من جمع خبر تركيز 2010 2011 اتحاد الريوش نادي بني الرياش والفاق ظهر المحلة وجدة نهض الدوري بطولة الفئات الصغرى 2007 2008 2008 فئات الصغار الشباب رياض البركان بطولة كرة القدم داخل القاعة ودوري مدارس كرة القدم جرت البطولة الجهوية لكرة القدم داخل القاعة بعدد قليل من الأندية وهي خمسة جمعية السعودية نادي تربية الشباب المسلمة زقالية نمرة ونادي السعادة وجدة فهذا كل من نادي الشباب المسلمة ونادي السعادة في المباراة النهائية والتي جرت ذهابا وإيابا وانتهى مجموع نتيجتها لصالح نادي شباب الريف لكرة القدم المصغرة بالمسلمة متوجا بذلك ببطولة وصلة الشرق من الموسم الرياضي 2010-2011. كما أما بخصوص دوري مدارس كرة القدم لفئة البراعم التي جرت العادة على إقامته سنويا قد عرف مشاركة 16 فريق عبر أربعة محطات في الملعب الجديد الحدود من وجدة من البلد الدروش من البلد المكان رياضي الفئات الصغرى إن عدد التجمعات أكثر من 21 تجمع خلال المواسم الأربعة وتتويج منتخب عصبة الشرق لموارد 1994 ببطولة المغرب في الموسم الرياضي 2008-2009 التأطير التقني تم تنظيم دورات تقنية لفئة مدربي كرة القدم بالجهة الشرقية وذلك بمعدل دورة كل موسم رياضي تخرج على إثرها العديد من الأطر العاملة بالأندية وهو الشيء الذي سينعكس حتما على المستوى التقني للاعبين. إذا هناك تقريبا عدد مهم من المتخرجين من هذه الدورات الأربعة. الغلاف المالي مخصص لتحمل واجب التحكيم والتحفيزات الخاصة ببطولة الفئات الصغرى. إذا خلال المواسم الأربعة الموسم 2007 2008 2700 تقريبا 2800 2009 أكثر من 8 ملايين 2009-2010 إذا تضاعفت هذه تقريبا ثلاثة مرات و2010-2011 24 مليون و 821 ألف. نتطرق لمناقشة خلال في نفس الوقت كما جرت العادة ما ضاعفت من الظروف كان أخذ السيد أمين الله إنما كاين شي مانع فأعطي كلمة السيد أمين الله المدائن لإضافة الفائض المترتب عن الموسم الرياضي السابق 1,298,752.93 درهم أما المصاريف التي بلغت 635,183.140 درهم فقد شملت كما هو معمول به عدة محاور أهمها أولاً مصاريف التسيير الإداري والتي بلغت نسبتها 33.50% ثانياً مصاريف تعويضات عن التنقل نسبتها 7% ثالثاً إعانة مختلفة للأندية والتي مثلت أكبر نسبة بحوالي 39% همت كل من تعويضات عن واجبة التحكيم لبطولة الفئات الصغرى وفئات الكبرى وكذا التحفيزات الخاصة بالفرق الفائزة ببطولة العصبة لجميع الفئات رابعاً أنشطة اللجان الجهوية وخاصة لجنة الفئات الصغرى التقنية والتحكيم وهكذا سجلنا فائضا قدره 663,569.45 درهم إلى غاية 31 يوليو 2011. وفي الأخير نقدم لكم التقرير المالي للموسم الرياضي 2010-2011 بالتفصيل. الوضعية المالية رصيد البنك 31 يوليو 2010 866,809.93 درهم مداخل العصبة 431,943.43 درهم المجموع 1,298,752.93 درهم المصاريف 635,183.48 درهم الرصيد المالي الباقي في 31/7/2011 هو 663,569.45 درهم
في البنك الشعبي 588665.41 درهم، وبالبنك المغربي للتجارة الخارجية 74904.04 درهم 60.45 درهم، المصاريف 66615.97 درهم. الرصيد المالي الباقي في 31/10/2011 هو 864448.48 درهم. بالبنك الشعبي 791543.94 درهم. بالبنك المغربي للتجارة الخارجية 72904.54 درهم. والسلام عليكم ورحمة الله. انه الترشيح للعضويه ديال مكتب العصبة ماشي لاجل الترشيح، واحد ماشي يكون عضو باش غادي يغي يكون عضو، خصو يكون عضو باش يعطي لهاد المنطقه الشرقيه في الرياض. كاين تشكرات ديال المجالس، تشكرات ديال المجالس تتهم مكتب ديال العصبة ما تتهمش الانديه، ان المجالس في الواقع ديال الكره ديال الجهه غير معنيه بتاتا بكره القدم في المنطقه الشرقيه. كاين واحد التدخل التقني، ربما كاين 6 ديال الانديه اللي جديده، واجب الانخراط هو 5000 درهم، يعني ستكون عندنا 30000 درهم فهاد الباب هذا. في التقرير المالي هذا الباب فيه 35000، يعني انه كاين نادي يا اما ما مذكورش او المبلغ ديالو داخل خطر. شوفوا قدامكم هنا راه عندهم لا سيكوريتي سوسيال، حنا ما غاديش نضرب واحد يخدم معنا سنوات وغادي نضربو، غادي عنده لا سيكوريتي سوسيال، ودائما كي كتكون شي زياده حنا كنساهموا كالعصبه كتبادر في تسلا، وبدينا خدمه شويه بشويه، بقينا نديروا واحد بدينا مع ترشيدنا فقط، بدينا نوصلوا نديروا فائض شويه هذا هذا حتى وصلنا. وشنو هاد بالنسبه لهاد الفائض اللي شفتوا شنو كيتكلموا عليه؟ هو بعدا اولا راه نعمه ماشي نقمه، حنا جبنا وحنا راه محطوط بالنسبه حتى الولا وحتى المكتب الجاي غادي يدخل في وضعيه مريحه جدا، هي التقنيه الوطنيه باش انه تعطي فرصه لهاد الناس هادو ولاد صغار اللي مازال 96 او 95 او 94 باش يلعبوا حتى هما، وتكون فرصه باش الناس تشوف هاد هذا هو اللي عندهم. كنفكروا دائما كنسيبوا واحد الكلام هو اللي اذا هذا هو اللي بغيت نسمع هادشي. شكرا على انتباهكم.